السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه أروع تتبيلة أو ماغينات لسمك الأنشوبة ليزونشوا، مذاق مختلف والأجمل أنها كتدخل في بزاف ديال الأطباق ديال التقديم مثلا، وحتى المملحات والفطائر المالحة بحال الكيش، البيتزا، الشوسون، مسمن معمر، ساندويتش وبزاف ديال الوصفات. صدقوني كتجي أكثر من رائعة، والأهم أنها سهلة بمكونات بسيطة وقليلة. يلا ندوزو للتحضير. هنا بطبيعة الحال أول حاجة كنديروها قبل ما نوجدو لا مارينات ولا التتبيلة ديال الأنشوبة، خاصنا نكونو منقيين الأنشوبة موجدينها بحال هاد الشكل كيف كتشوفو هنايا، بحال هاد الشكل. أنا غنوريكم نتقاسم معاكم بعجالة كيفاش كنوجدوها ولا كيفاش كنصيبوها باش يولو عندنا هاد الشرائح بحال هكدا، يعني تيولو عندنا هاد الشرائح بحال هكدا. نوريكم هنايا قسم على الناس، على حسب الانشوبه واش صغيره ولا كبيره، طبعا الحال تيكون فيها احجام مختلفه. كيكون فيها هذه كتكون منقيه باش كتبقى غير هاد الهبيره. انا غنوريكم هنايا بعجاله نتقاسم معكم. طبعا الحال اغلبيه الناس راه تبارك الله كاين اللي كيعرفوا يصيبوا الحوت. انا نوريكم نتقاسم معكم التجربه ديالي بحكم انني بنت مدينه ديال السمك، مدينه اسفي. ها انتم كدابا هديه الانشوبه، هي هادي. اول حاجه كنحيدوا ليها هنايا الراس، ياك كيكون الراس اول حاجه كنديروا بطبيعه الحال فاش كيكون هاد السمك هاد الشيء هكا الاسود، كنحيدوا الراس وكنحيدوا المصارن هنايا كننظفوه. هنايا غادي نجيبوا كتشوفوها نقيه، كنديرها تصبع هذا الكبير، كنطلع معها بحال هكا، كنبقى تابعها تابعها كيف كتشوفوها، اي تابعها حتى كتحل هكذا كتحل. ها هي هنا حلينا هيا حليناه. الهدف هو اني خاصني نحيد هاد السلسول، درت ليه بحال هكا، انا غنعاود ان شاء الله معكم نحيد هاد السلسول. وخاصني ضروري بطبيعه الحال حيت انا غادي نحتاج هذه، غادي نديرها مثلا في حشوات، يعني ما خصنيش نخلي هاد الديل هذا لهنايا، او كيف تنقولوا حنايا، مهم العاميه راه معروف الاسم ديالها. هنا بحال هادو خاصهم طبيعة الحال يتحيدوا. المهم انا باش نوريكم باش يجيكم ساهل، كنجي هادي هنا حيت لها السلسول كيف كتشوفوا، حيت لها السلسول غادي نجي هنا، غادي ندير تاني صبعي هكا هذا، وغادي يتقسم ليا على جوج. سهل هنا خصوصا كيجيكم ساهل في حاله الا كانت الانشوبه ولا السرديل ما كيكونش طري بزاف، ما تيكونش طري. اما الا كان حي كيف تنقولوا حنا بلغه السمك الحوت، كيكون حي يعني كيكون شاد راسو، تيكون باقي جديد، تيكون فري نيت، كيكون طري تيكون باقي شاد راسو، يعني ما كتحيدش هكا بسهوله، ممكن يمحنكم شويه. هنا كيف كتشوفوا هي هادي عندي مزيانه، هيا كيف كتشوفوا عندي هذه مزيانه، لا داعي باش نحيد لها هاد الجلده هاد الرقيقه، لا داعي، لانه هي اصلا هاد رهيفه، هاد الحوت ديال الانشوبه تيكون رهيف. كنحطها بطبيعه الحال في شبيكه خاصها تنشف. هنايا كيبقى ليا هذه، شتي كيف كتشوفوا هاد الشوائب هادو خاصهم يتحيدوا، هاد السبل بحال هكا خصني نحيدو، لانه ما يمكنش واحد تيكون تياكل وغادي يلقى مثلا في بيتزا ولا هذه، غادي يكون كاين عاود ثاني واحد. انا نحاول نبين لكم هنا من اللور، كيكون هنا واحد الشوكه عاوتاني اخرى، ها هي يا هذه ما خاصهاش تدوسها، هي سهله، راه كديروا غير ليه بحال هكا. هانتوما ديما كندير يدي بحال هكا، انا كنحاول نبين لكم البلايص اللي تيكون فيهم، هادو هما الحوايج اللي خاصنا نحيدو. ها هي كيف كتشوفوا هذه ما خاصهاش تبقى، باش تبقى عندنا هاد الفيلي وهاد اولا هاد الهبره كتبقى عندنا مزيانه نقيه. هادو كيف كتشوفوا هنا كيكون يا اما بحال اللي وريتكم، يا اما تتكون هنايا شوكه، ويا اما كتكون هنا. انا غنعاود لكم ثاني مره اخرى بطبيعه الحال. هنا بغيت نقول لكم واحد المساله، نتقاسم معكم واحد السر اخر في بالنسبه للحوت. الحوت ما تيبغيش الماء بزاف، باش تبقى تغسلو وتعاود تغسلو ولا تخليه مثلا بالماء وعندك كميه كثيره وتخليها في الماء وانت خدامه واحد نص ساعه ولا هذه، كيضيع الحوت. بطبيعه الحال هنا غادي ندير هنايا شويه، هنا الى عندكم مثلا كميه كثيره كتبقاو تخدموا بشوي بشوي، كنخدم نحطو في شبكه وكنبقى نخدم بشويه بشويه في الماء. هنا غادي نعاود لكم، شتو دابا هادي راه منقيه محيد لها الراس والمصارن كيف كتشوفوا. هنا اللي خصنا عندي تحيد، خاص هادي تحيد، وخاص هاد الشوك اللي هنا يتحيد، وخاصين هادو يتحيدوا. انا باش نوريكم البلايص اللي فيهم هادشي ما خصوش يبقى، وبطبيعه الحال تيكونوا شي شوك هنايا ولا كيكون هنا شي شوائب بحال هكا حاجهكم هكا، تيكونوا ولا حنا تنقولوا الزبل ديال الحوت، هادو هادشي خصو الوسخ، ولا الوسخ تيكون هنا موسخ، تنحيدوه
هادشي اللي خصو يتحيد طبيعة الحال السلسول. هنا نعاود نوريكم تاني، نعاود نقرب الكاميرا نوريكم كيفاش كيتحيد السلسول. كنخشيه هنا صبعي هكذا، ها نتوما حيت هذا قلت لكم مهري شويه هاد الحوت انشوبه كنحيد هكذا، كتجي ساهله كنتبعو. كنعاود نكمل كنتبع غير صبعي هكا هكذا. ها هو السلسول دابا غيجي عندي ساهل، ها كندير ليه هكذا وكنحيد تك 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 تك. وهنا كنجي نقطع مع هاد القزيزيبات اللي تيكونوا في سميتو، اعتذر على التعبير لانه هذا هو التعبير اللي كنكونوا نقولوا حنا في الحوت، تنقولوا القزيبه. كنحيدوا هذا، كنحيدوا هذه حتى هي. المهم هاد الشيء اللي وريتكم في الاول ضروري خصو يتحيد، ما يمكنش مثلا يكون حشوه يكون فيها مثلا الحوت غلقوا فيه مثلا، وخصوصا هي دابا الانشوبه راه كطيب. ها نتوما تحيد لينا هذه، ماشي مشكل هاد الجلده هذه ماشي مشكل، لانه ماشي بحال ديال السرديل ديال الانشوبه كتكون مهريه. لقينا هنا دوك الشوكات اللي تيكونوا غلاض، الشوكات ها هما بحال هكا تيكونوا غلاض، تنحيدوهم وكتبقى لينا هاد الفيلي بحال هكا كنحطوها. وبطبيعه الحال تي الاخير عاد كنديروا واحد شويه ديال الماء بحال هكا، لانه الماء ديال الروبيني تيهلك الحوت، يعني تيحيد ليه داك البنه ديالو، ما تيبقاش بنين، قوه الماء الملمه ما كتلقش الحوت بزاف. هنايا ها نتوما عاوتاني هذه كتبقى هبره بحال هكا وصافي حتى كنكملوا. انايا هنايا ديجا وبطبيعه الحال كديروا الماء، انا ما بيتش بطبيعه الحال راه كنعرف الحوت يعني خاصو قواعد كيف تنقولوا. كيبقى لكم هاد الهبيرات بحال هكا، كيبقى لكم هاد الهبيرات. وبطبيعه الحال فاش كتجوا نتوما يديروا بانت لكم شي حاجه بحال هكا راه ماشي مشكل، راه هذا هو الحوت. هنايا كيبقى لكم هادو، وان شاء الله غادي نوريكم هنايا كيفاش كنديروا التتبيله، كتجي اكثر من رائعه. هنا غادي ندوزو للمرحله ديال التتبيله، ولكن هنا نسيت ما قلتش لكم واحد المساله بالنسبه للسرديل. هنا لانشوبه عفوا لانشوبه لي زونشوا ضروري ما نخلوهم هكا في الشبكه يتسقطروا مزيان حتى كيحيد منهم داك الفائض ديال الماء. بطبيعه الحال ينشفوا كيف كتشوفوا راه تيكون الماء. هنايا ضروري هذه المساله ديروا، هذه العمليه ديروها. هنايا غادي ندوزو للتتبيله. بطبيعه الحال لازم تكون عندنا بحال هكا، يكون عندنا شي بواطه ديال الزاج، شي بحال هكا مول ولا شي حاجه، مهم اناء يكون ديال الزاج، المهم اناء يكون ديال الزاج كان عنده الغطايه مزيان. ما كانش عنده الغطايه ممكن تكون مثلا عندكم شي زلافه ولا شي مول ولا شي، مهم ما يكونش بلاستيك لانه بلاستيك والحامض راه ما تيتلاقاوش. هنايا غادي نجيو نحط هذه على جنب. هنايا غنجيو اول حاجه شنو خصنا نديرو، غادي ناخذو هاد لي زونشوا ديالنا، هاد الانشوبه هادو غادي نستفوها بطبيعه الحال. هنايا غناخذو غادي نستفو غنوضعو هنايا هو الاول نوضعوها مثلا، المهم كيما وضعتوها على هاد الظهر ولا على هاد الظهر، يعني على ظهرها وعلى الداخل ما كاين حتى شي اشكال. المهم غادي نستفوهم ومن بعد غندوزو المرحله الاخرى اللي هي غنوجدو تتبيله وغادي نخوها فوق منها. هنا كيف كتشوفوا هاني وجدت هنايا هادو ستفت او رتبت اللانشوبه ديالي او شرائح ديال اللانشوبه ديالي، وغادي ندوز نحطهم على جنب وغادي ندوز بطبيعه الحال نوجد التتبيله اللي غنرميها فوق منهم. هكا غتجي العمليه سهله جدا بطبيعه الحال. راه هاد الفراغات اللي كيكون غادي تدوز بيناتهم التتبيله من الاحسن، لانه كيف قلنا الهبره اولا النوع ديال الحمض ديال الانشوبه كيكون مهري بزاف، تيكون طري بزاف الا بقينا كنخلطوه وتنديرو، يعني ما غتبقاش هاد هاد لا فورم ديالها. المبدا هو غادي نحط هاد الشرائح وغنوجد تتبيله وغادي نديرها فوق منها. بطبيعه الحال فاش تيبقى عندكم مثلا الانشوبه عندها بطبيعه الحال المذاق ديالها رائع جدا، كتدخل في بزاف ممكن. المهم انا هاد انا شخصيا غادي نوجد بها بيتزا، هاد التشيش درتهم، وبطبيعه الحال كتدخل في بزاف، ممكن تدخلوها في الساندويتش، تدخلوها في المملحات، كتدخلوها في بزاف المسائل، وحتى الكويرات ديالها او الطاجين ديال الكويرات كيجي رائع رائع شهوه منه. ان شاء الله هادشي اللي ممكن ندير بهذه، اما غنديرها كفته ولا نديرها، المهم كيبقى لكم الاختيار. وكتستغلوا السميتو، كتستغلوا يعني الاستعمالات. انا غادي ندوز هنايا غنحطها على جنب وغادي ندوز نوجد تتبيله ديال اللي غنخوي فوق منها.
هنا اول حاجه غادي نبدا نعصر الحامض هو الاول. طبيعه الحال عندي هنايا، المهم درت هنا تقريبا، هنايا ممكن ديروا حامضه ولا على حساب، غادي يبان لكم، ممكن تزيدوا او ممكن تنقصوا، من الاحسن المهم لقيتوا حامض بلدي تيكون احسن، تيكون عنده وصفه حراتي واحد المذاق زوين. ما كانش ديروا الحامض العادي الرومي كيف تنقولوا. المهم انا غادي هنايا نعصر الحامض، نعصرت نص، غنعصر نص اخر. وبطبيعه الحال هذه المهم غنحيد انا هذا الفوق ديالها، وهذه نيت، وهذا الاناء نيت هو اللي غادي نخلط فيه، غنزيد فيه تبيله باش ما غاديش نبقى ندير كل شيء هنايا. هنا اشنو غادي يلزمنا بطبيعه الحال؟ بالنسبه للملحه غادي نديرو شويه الملح، لانه بطبيعه الحال فاش يكون الحامض ديما كنقصوا الملحه، او ممكن نديروهاش كاع. ولكن الحوت بطبيعه الحال واخا تيكون ديال البحر، واخا تيكون مالح، ضروري كنديرو فيه واحد رشيشه ديال الملحه باش كتعطينا داك البنه، يعني كتقاد لينا كيف تنقولوا، كتقاد لينا المذاق. هنا عندي هنايا البزار، هنا البزار ندير شويه البزار، لانه هذا مطحون جديد تتكون فيه النسمه مجهده، ندير شويه البزار. وغادي ندير هنا عندي القزبر او حبوب القزبر يابس، حبوب القزبر هو هذا، قزبر يابس مطحون غادي نديرو، ماشي مشكل نكترو، اصلا القزبر يابس تي كيف تنقولوا تيصرح تيقاد، راه كيجي رائع جدا في مع السمك ومع جميع الاطباق. هنايا عندنا الثوم، الثوم انا غادي ندير هنايا واحد، ديجا نقيت او مسبقا نقيت واحد الفص هنايا. وهنايا بغيت نوريكم المساله الاخرى اللي هي كاين هنا الزعتر. المهم هنا عندي الزعتر وعندي الزعتره، المهم انا كنفضل ندير الزعتر. الزعتر ما كنفضلش نديرها بحال هذه، لانه كتكون في بحال هذه الاطباق هادو كتكون مذاقها او النسمه ديالها كتكون مجهده بزاف. هذه هي الزعتره، غنحاول باش تبان لكم، هذه هي الزعتره، غنحاول ندير هنايا غير الزعتر. هنا عندي الزعتر بجوج الانواع، عندي الزعتر هنايا بجوج الانواع على حسب المناطق بطبيعه الحال. بطبيعه الحال كنقولوا الزعتر، فاش نقولوا زعتر الزعتر البري، من الافضل تيكون فيه، لانه تيكون فيه واحد النسمه خاصه. وغادي نفركو هنايا، غادي نحكو هكا وغادي نخلطو مع هاد مع هاد مع هاد. غادي نفرك هنا واحد شويه وغنلوحو هنايا هكذا، غادي نلوحو هكذا وغادي نخلطو. المهم كيف كتشوفو هنايا خلطت هنايا، هنايا غادي نزيد، نحيد بعدا عليا هادو باش يبان ليا، باش يبان مزيان. هنا هنايا غادي نزيد الثوم. الثوم انا ما غاديش نقطعو طرف بزاف باش ما يعطينيش النسمه ديالو، حيت كاينين الناس اللي ما كيبغوش عاوتاني هكا الحوت فيه مذاق بزاف ديال الثوم. غادي نقطعهم شرائح بحال هكا، غادي نقطعهم وغادي نرميهم، غيطلقوا ليا غير النسمه. وممكن ديروا الثوم، ديروا الثوم مجفف ممكن حتى هويا غادي يجي مزيان. بالحق هاد الثوم الطري تيجي بطبيعه الحال تيكون احسن. هنايا هيا خلطت هنايا، مزجت كل العناصر. غادي نزيد هنا شويه زيت العود، غادي نزيد شويه زيت الزيتون، حنا تنقولوا زيت العود زيت الزيتون هنايا بطبيعه الحال. غادي نزيد شويه، وغنخلي الاخر غنرميه فوق من الوجه ديال 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 هذا ديال الانشوبه. هنا غادي نجيب عندي هذا الشيء هكذا. المهم هنا غنخلط مزيان، غنخلط غير هكا، يعني ما عادش قلت لكم انايا ندير هاد، درت هنا كل شيء في هاد الاناء باش يجيني ساهل عملي جدا، وما مبقاوش نضيعوا بزاف كيف تنقولوا نكثروا لينا المعن بزاف. هنايا هادي غادي نكبوا، بسم الله غادي نكبوا هنا كيف كتشوفوا الفوق، هنا الفوق، وغادي يمشي كل شيء نتوما. ممكن نتمنى يكون واضح هنايا، نتوما التتبيله راه غير شويه الحامض. وهنا غادي نقول لكم شنو 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 السر ديال هاد التتبيله، علاش ما غنديرش الماء، ما يمكنش ندير الماء لانه الماء غادي يضيع. هنا الحامض هو اللي غادي يطيب، او كيف تنقولوا
طري بحال غادي طيب، بحال غطيب هاد الانشوبه، طيب نص طيبه في سميتو في الحامض. وطبيعه الحال غادي نتلاقاو من البيت وغادي تشوفوا كيفاش غادي توجد، غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي الشكل اولا اللون ديال هاد الهبره او هاد الشرائح ديال الانشوبه. هنايا ها نتوما كيف كتشوفوا التتبيله، ها هي غادي نحاول نوزع غير هاد الشيء هكذا، هاد التوابل الفوق باش ما يبقاوش الفوق. ها نتوما كيف كتشوفوا، ها راه كيدخل راه كلشي تيمشي لداخل، ها يعني بحكم انه كيف قلت لكم الشرائح يعني رقاق، النوع ديال الهبره رقيقه. صافي هنا غادي ندير غير هكذا وغادي نخليها وتحتفظوا بها بطبيعه الحال في الثلاجه. غادي نزيد شويه ديال غادي نزيد هنايا شويه ديال زيت الزيتون من الفوق هكذا، غادي نزيد شويه زيت الزيتون من الفوق. وبطبيعه الحال ها نتوما كيف كتشوفوا غادي نحطها، غادي نغطيها وغادي نحتفظ بها في الثلاجه. الا ما كانش عندكم بحال هكا غطايه كتغطوه ببلاستيك غذائي وكتوضعوه في الثلاجه تقريبا واحد ساعتين ثلاث سوايع، على المهم تقريبا ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع على حسب المده. بطبيعه الحال ما غاديش نفوتوا سميتو نفوتوا المده كتير، يعني نخلو مثلا الليله وهذه بطبيعه الحال غادي نجبروا ديك الانشوبه تهرات بزاف. تقريبا ديك ثلاث سوايع غادي نخ ثلاث سوايع ماكسيموم غادي نخلوه، غادي نوجدوه انا عفوا نوجدوه قبل باش فاش نبغوا نوجدوا البيتزا كنلقاو هاد الشرائح موجودين. وان شاء الله غادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش ولا او كيفاش ولاو سميتو هاد الشرائح من بعد. غادي ندخل